مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، سفينة برنامج تقرقيب ناب تعود من جديد، ولكن خارج البلاطو هذه المرة ضيوف عند فنان ومتكامل كامل الأوصاف هو عبد الرحيم الغزواني. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بنا عندك. الله يبارك فيك. ومرحبا بك عندنا في انفاس بريس. الله يحفظك الله يحفظك. شكون هو عبد الرحيم الغزواني؟ حنا كنعرفوك ولكن كاين اللي كيعرفك وكاين اللي ما كيعرفكش، بغينا اللي ما كيعرفوكش يعرفوا شكون عبد الرحيم الغزواني اليوم. عبد الرحيم الغزواني هو ممثل بدا من دار الشباب، تكون على ناس اللي هما فنانة عصاميين، جاو الميدان عن تجربة عن الممارسة، منهم المرحوم شوقي علي. من بعد دخلت للاحتراف مع فرقة احترافية اللي هي فرقة مسرح الشعب، اللي أول فرقة تحت لي الفرصة باش نكون في عمل مسرحي اللي هو واحد يدان في الكاريان، وتشهرت بالجملة الشهيرة اللي كانت هي في هذاك الوقت هي البوز ديالي، كيف ما كيقولوا الناس كيهضروا دابا عسيري صباطك، عسيري صباطك هي هذيك. الله كان معكم الفنان مصطفى الداسوكين. مصطفى الداسوكين بعد انسحب مصطفى الداسوكين جاب بن ابراهيم الله يرحمه، واستمرينا في الجوله، والحمد لله ان كانت هذيك هي البصمه ديال الغزواني عبد الرحيم. ولحد الان رغم انها تسجلت في 1997، لحد الان غير مؤخرا كنت مشيت لواحد الشركه ديال الانتاج، لقيت واحد السيد خدام في البني، اول ما قال لي هذيك الكلمه ديال سيري صباطك. وكنا كنشوفوا يعني عبد الرحيم الغزواني يعني كما كنقولوا ديال البوز في ذاك الوقت، ولكن في لحظه غبر عبد الرحيم الغزواني، هاجرت للديار الاوروبيه، بغينا نعرفوا السبب علاش. وهي دابا واحد المساله، ملي كتلقى كاين سابوتاج، كتلقى بزاف ديال الحوايج، كتلقى بان الابواب كتسد قدامك، انت باغي تبين الموهبه ديالك وكتلقى راسك هذاك. ملي تحت هذيك الفرصه ديال برا مشيت لها، ولكن اللي مولود مع الفن ما عمره ما كي ينساه. يعني في اول عوده ليا لهذاك رجعت مع فرقه نيت اللي هي فرقه يقام لها ويحسب، وهي فرقه مسرح الحي، ودرنا عمل مسرحي اللي هو مسرحيه باب الوزير. اش كتعني لك باب الوزير؟ باب الوزير كتعني لي، كانت هي اللي كانت غتعطيني واحد العوده قويه بالنسبه لهذوك، ولكن دوماج انها ما تصورتش بالشكل اللي بغينا احنا، واللي بغات الفرقه، واللي بغى الحاج فلان، لانها مشات منا تقريبا ساعه، وساعه كلها كانت مركزه عليا انا اللي تحيدت ليا. ويعني ان هذيك المسرحيه تصورت ماشي بهذيك القيمه ديالها كيف ما دازت في العروض المسرحيه. انا تفرجت في هذاك باب الوزير، انا صراحه ضحكت من قلبي، يعني اديتي الدور ديالك ديال واحد الملتحي، يعني ملتحي يعني متزمت يعني شخصية مخدومة، كانت عاجبة المؤلف ديال المسرحية، كانت عاجبة المخرج، عاجبة كاع الناس، ونتمناو ان يدار شي عمل اخر. انا الحمد لله عندي دابا اعمال ديالي كاتبها لحد الان، انا باقي ما دخلتش، لانني انا من الصغر ديالي وانا كنكتب سيناريوهات، كنكتب مسرحيات، لحد الان ما تعطاتش هذه الفرصه. هذه هذا جانب اكتشفناه في السي عبد الرحيم الغزواني. الله يحفظك. انا كنعرفك ممثل مسرحي كوميدي عازف على الالات الوتار، دابا انا وليت يعني قلتي لي بانني كاتب سيناريو. كنكتب سيناريوهات من الصغر ديالي، والمشكله انني ملي نهار فاش جيت لدار الشباب وداك الشيء، الناس ملي كتقول لهم كنكتب ما كيتيقوش، ولكن ملي كيشوفوا العمل المسرحي في الملتقيات كيشوفوه، يعني كيعرفوا بان كاينه كتابه. والمشكله انني كنت في هذاك الوقت كنكتب باللغه العربيه الفصحى، يعني من الصعب انك تكتب باللغه العربيه الفصحى ويجيو ناس ديال اساتذه ديال الادب العربي يتفرجوا فيك ويشوفوا الطريقه ديال الكتابه، وكتنتظر منهم انهم غادي يجيب له ستيلو احمر ويصحوا لك. ولكن الحمد لله، لان عبد الرحيم الطفوله ديالو ملي كان في الدراسه، كان الاستاذ انا كيوقفني قدام التلاميذ، انا كنشرح للتلاميذ الدرس،
وهذه ربما الى شافوا الناس هذا البرنامج او هذا اللقاء، الناس اللي قراوا معايا في الشهاده غادي يعني غادي ياكدوا هاد المساله، لانني انا كنت كنوض كندير مقام الاستاذ، انني كنوض كنشرحها. على ذكر الاستاذ، في الطفوله ديالك يعني في ربما في الابتدائي، في الابتدائي شي معلم قال لك يعني المهم كمل نتايا راه واحد الطريقه وقعت لك معاه بزاف هذاك. انا كنت رغم انني كنت كندرس وداك الشيء، كان الحس الفكاهي ديما مصاحبني مخلوق معايا. الاستاذ قال شكون اللي دار في السبوره شنو هو الشرح ديالي تصرفوا، زيد صبعي انا بالخف قلت ليه الشرح ديالي تصرفوا هي يتطرفوا. الاستاذ هو يقول لي وطرف وليدي الادوات ديالك وخرج برا بكل تواضع. وتا بالنسبه للمسرح ملي كانوا الانشطه، كان الاساتذه يعني كيأهلوني وكيرشحوني بانني نقوم بشي عمل مسرحي في هذوك الانشطه ديال عيد العرش وداك الشيء، وكان اختاروني بانني نكون في المسرح، واختارني واحد الاستاذ ولكن ما عطانيش الدور اللي باغي انا، عطاني واحد الدور يعني غادي نبان في البداية وما غنبقاش نبان، وما كانش عاجبني الحال. وانني انا ملي كنت كندخل كندخل على اساس انني هو التاريخ، يعني واحد السيد الراوي كنقول لهم الم تعرفوني فانا التاريخ. تسجلتي لهم؟ الم تعرفوني فانا التاريخ، جئت احكي لكم قصه امنه. يعني كنت كنديها بواحد الشكل زوين، ولكن نهار فاش جات اللجنه جاتني هذيك الجنيه ديال الكوميديا، قلت لهم الم تعرفوني فانا الجغرافيا. جي احكي لكم حكايه فاطمه. الاستاذ بلا ما يشعر يعني جات كاع ليا بواحد يعني تيراني. واحد القذفه باكاك قومشي كانت. كان خويا كان كيدير ستاج في العسكر، كنت مفرعن بيه، قلت له والله تنجيب خويا راه في العسكر. في العسكر يعني دازوا حويجات زوينين في الدراسه والحمد لله. الاعمال الفنيه التلفزيونيه، قرنا بعض الاعمال اللي بقات راسخه في الذهن ديالك. اول حاجه اللي من بعد الرجوع ديالي يعني كانت عندي مشاركات، خدمت في سرب الحمام، خدمت في برامج ديال كوميديا، خدمت في وقائع، ولكن من بعد العوده ديالي يعني كتاح لي واحد الفرصه اللي يتمناها كل ممثل، وهي انني شاركت في واحد المسلسل شاركوا فيه تقريبا شي 6 ديال الدوال. هذاك المسلسل وفي هذيك التجربه اللي خديت يعني خلاتني نكسب واحد الثقه اللي خلاوني بزاف ديال الناس هنا اللي ما كيعطيونيش فرصه، انني كنت واحد الوقت كنت غادي نفقدها. بديت كنقول بان هذا الشيء ربما على ما اظن غير انا داخل على هذا الميدان الفني. بحال هكا كنخربق وصافي. ولكن ملي كتمشي كتشوف واحد القطلة واحد الطاقم كبير مختلف الاجناس، يعني كتلقى اتراك، كتلقى اردنيين، كتلقى يعني الناس كاملين يعني كينوهوا بالعمل ديالك بالتشخيص ديالك، وخصوصا عاوتاني كان ملي داز العمل في قنوات عربيه يعني كتجي واحد المساله من واحد الناقد مصري اللي سميته اسماعيل حسين، يعني كيذكر بان هذا السيد هذا بانه خصو غير تعطى الفرصه لانه فنان كبير وعنده ما يعطي، يعني ما يمكنش اننا نحاصره في الجانب الكوميدي، يعني يقدر يمثل لك الدراما، يعني يقدر يمثل لك ادوار ديال العنف. انا كنظن هذا مسلسل ياك، هذا مسلسل بيت الكبير. البيت الكبير. بيت الكبير. بيت الكبير. بيت الكبير. بيت الكبير. من بعد تحت لي فرص عاوتاني، خدمت في مسلسل عز المدينه اللي كانت هو من المسلسلات الناجحه، رغم ان حاليا ما كيتعاودش، لان المسلسل هذاك يعني فيه قضايا اجتماعيه جميله، فيه الارهاب، فيه ياسين احجام، فيه المخدرات، فيه هذاك يعني مسلسل ومحبوك. كان عندك الدور ديال الحلاق. ديال الحلاق. حلاق مول العود. مول العود. مول العود. ويعني مسلسل كان هو من المسلسلات المزيانه، يعني يزيد عاوتاني مسلسل ديال ياقوت عنبر هو نجح. هادو مسلسلات عز المدينه خدا جائزه في مصر. ياقوت عنبر كانت واحد النسبه كبيره ديال المشاهده. السيد كوم ولا مسلسل اللي اختي فيه جائزه ديال احسن تشخيص كوميدي؟ هاد جائزه احسن تشخيص كوميدي خديتها في احلام سيتي العام. احلام سيتي هي هذه الجائزه. هي هذه الجائزه. احلام سيتي، ولحد الان راه كيتعاود، ولحد الان ان الناس لقى واحد الاعجاب كبير، لان مسلسل
سلسله كوميديا او سيت كوم، حتى داك السيت كوم ما عندوش الحظ، لان الوقت اللي دار احسن سيت كوم يعني خرج واحد القرار بان السيت كومات ما غيبقاوش يداروا، لانهم ولكن هذا السيت كوم هذا عنده ميزه خاصه، لان الناس اللي تفرجوا فيه يعني كيلقاو مواقف، كيلقاو بزاف ديال الحوايج، لان الكوميديا كتعتمد، الكوميديا ماشي سهله، الكوميديا كتعتمد على كوميديا الموقف، كتعتمد على لي غاغ اللي تحطوا في بلاصتهم، كتعتمد على الحبكه، كتعتمد على الممثل اللي ادي هذاك الموقف. وكنتمنى ان يتاح لي فرص في اعمال اخرى، وحاليا كنشتغل على عمل جديد حتى هو. لي تجوج ما قال لي؟ تجوج ما قال لي. شكون علاش ما قالاش لك؟ لا ما علمكش؟ لا هو ما قالاش لي، وتانا تجوجت وما قلتهاش ليه. رجعتي لي بكل تواضع. بكل تواضع. هو ما عرفش عليك حتى ما عرفتيش عليك. بكل تواضع. شحال ريحتي في اوروبا؟ اوروبا ديار اسبانيا. ديار اسبانيا قول تقريبا 14 عام، هذه المساله ديال اوروبا بزاف تنعاودها وكنعاودها بزاف ديال 14 عام راه بزاف، ماشي عام ولا عامين. ايه راه يعني هو انت درتي يعني غضبه فنيه مشيتي صافي. مشيت ولكن انا دابا مثلا رجعت يعني كتلقى الميدان باقي كيف ما هو، يعني ما تغيرش، ما كاينش فيه شي حاجه اللي يعني كتلقى بزاف، كتفرج بزاف الاعمال كتقول كتفرج في اعمال كتقول يعني انا خصني نكون في هاد، لان يعني الممثل هو هذا، يعني كيشوف واحد الدور ما مأديش مزيان كيقول شخصيتي هذه علاش حرموني منها. شكون السي عبد الرحيم المخرج اللي ما تقدرش تخدم معاه؟ يعني ما تقدرش كاع تصور معاه المخرج مثلا اللي عيط عليك وهادي تقول لي لا ما نقدرش نخدم معاك. شنو نقول لك؟ ما كيبقاش دابا المشكله، ما كتبقاش المساله ديال المخرج. المخرج يقدر يتفرض عليك، ما كاينين المخرجين اللي خدمت معاهم يا سلام. شكون المخرج اللي بقى ان راسخ في الدين ديالك وقلتي الله كون ديما انني نخدم معاه؟ لا كاينين، كاينين ما نقدرش نقول لك، يعني الا جينا نشوفوا مثلا عز المدينه، عز المدينه عجبني المخرج اللي خدمت معاه، مثلا حكيم هذاك مثلا خدمت حكيم البيضاوي. لا حكيم، لا حكيم قبابي. قبابي يا سلام، هذاك السيد يعني اول تجربه في الدراما المغربيه وكمخرج، لانه هو خدم مثلا مع الفرقه الثانيه مع مخرجين اخرين كمساعد وخدم في هذاك، ولكن مخرج يعني حاضي صوارو عارف يعني هذاك المسلسل نجح يعني. كاين مخرجين، كاين محمد نصرات، كاين ادريس الروخ، كاين بزاف. هذاك شي واحد يتقلق عليك شي واحد؟ كاين بزاف. لا وراه اللائحه طويله. انا راه بعض الخطرات كاع كينساوني في الجينيريك. ما كيديروكش السميه. ودابا ولات حقوق مجاوره، هذا المشكل. فتره كورونا قلتي كون عبد الرحيم بقى في اوروبا. ماشي كاع لهاد الدرجه. فترة كورونا استفدت منها، رجعت الموهبة ديالي اللي كانت ضايعة ليا شحال هادي، لأنني وليت كندير فيديوهات، كنعزف بالوتار، كنعزف بالعود، الناس اكتشفوا فيا وهذاك واكتشفوا، قال لي أنت كتعزف مزيان، عندك صوت مزيان. من بعد رجعت ليا الذاكرة لهذوك الكلمات اللي كنت كنكتب والكلمات اللي كنت كنلحن. في أوروبا كنتي فقط الذاكرة؟ يعني لا، لأن ملي في أوروبا كانت ديما الآلة ديالي. ولكن ما كنتيش خدام في الميدان الفني؟ ما خدمتش في الميدان الفني، ولكن أنني غنيت في إذاعة إسبانية على قوارب الموت اللي هي الهجرة السرية، ودات واحد التنويه ولا درتي البصمة ديالك؟ درت البصمة ديالي حتى في هذاك الفيلاج، الناس ما بقاوش كيعيطوا لي أبدول، ولاو كيعيطوا لي غير الموسيقى الأرتيستا لا جيتارا. تبارك الله على السي عبد الرحيم بكل تواضع. بكل تواضع. واش عجبتك هذه البادرة اللي دار وزير الثقافة والتواصل مسرح يتحرك؟ شوف حنا أي بادرة كتقوم بها وزارة الثقافة أو التلفزة كلها كتبشرنا بالخير، كنتفائلوا بها وكنتمناو منها الخير. التجربة ما غادا تبان لك حتى غادا تدار، شتي ملي غادا تطبق التجربة ونشوفوا. لا انا سولتك غير على المبادره الاولى، يعني هذه الشراكه ما بين المبادره. شوف المبادره كلنا كنرحبوا بها وبادره طيبه، وهذه التفاته طيبه لا من عند وزير الثقافه لا من عند وزاره الاتصال،
حنا كنشوفوا المستقبل، كنشوفوا هذا الجمهور، لانني انا تقريبا في 98 في 2000 خرجت من برا، رجعت كنقلب في الكراسه على الجمهور ما كنلقاش قليل. بعد المسرحيات مثلا كنخدم مع الدراري ديال تقاده كنلقاو المسرح عامر، لان كيعطيو للجمهور هذاك الشيء اللي باغي، فرجه تاع مغربيه ديال بصح، مواضيع اللي كتمس المواطن، مواضيع اللي كيعيشها المواطن المغربي. المواطن المغربي باغي حياته يشوفها على المسرح، ما باغيش شي حياه اخرى، شي حياه اخرى اللي تجي هكاك. المغربي كيبغي تا مغربيه ديالو. وانت كتشوف الناس اللي مشاو لي بيرسوناج اللي بساط وعادي راهم توفقوا ونجحوا داروا اسماء ديالهم، والناس اللي مشاو لي بيرسوناج الخياليه وشي حاجه اللي ما كايناش عندنا انا راه ما كينجحش العمل. قول لي واحد الشركه ديال الانتاج ما نذكروش الاسم ديالها، عيطوا لك بغاو يعطوك واحد الدور. لا هي المشكل ماشي الشركه ديال الانتاج، المشكل هو ان ديال المخرج. انا المهم راه بحال قالوا لي الشركه ديال الانتاج هما اللي عيطوا لك. لا الشركه ديال الانتاج هي الله يحسن الاعوان. الشركه ديال الانتاج اول حاجه كتجي ماشي الشركه ديال الانتاج اللي خدمت معاهم انا، كلهم هادو المتمرسين المحترفين يعني اللي عندهم تجربه. هادي ربما كانت يلا البدايه ديالو، اول بدايه ديالو السيد ما عرفش كلامنا يعني، جا عند واحد الناس اللي كذبوا عليه يعني، حطوا لي اسماء اللي ما غاداش تنجح لي العمل ديالو. وهذاك هذاك الشيء علاش المهم هذيك المشكله المصيبه الكبرى هو انني انا يلا كي جاي من تركيا كنت كنصحاب راسي عايش في واحد بحال كنحلم يعني، ملي كتلقى منتجعات كتلقى لوطيل كيدير لي بيسين حداك، المسائل الماكله يعني بلي نورم ديال بصح ديال الممثل ديال بصح. وواحد النهار تتلقى راسك في واحد تورناج حتى المخرج السيده كاتبه سيناريو ديالها باغاهي بشخصيات حيه، جات شافتني قالت لي البيرسوناج ديالك مزيان، حتى اللي غادي تخدم لي الزماكري ديال برا عجبتها، رسلت لها التصاور قالت لي انت كتهضر بالاسبانيه. ايه كنهضر بالاسبانيه. شويه قال لك ولا غدير مقدم شويه. جا المخرج، جا المخرج ما فهمتش انا المخرج. المخرج هو انه كان كيتفرج فيا من الايام ديال المسرح الجامعي، جا شافني طاف عادي عادي. الغد جا قال لي لا راه غادي نحيدوا الغزوان من هذاك الدور ديال السماكري وغادي نعطيهم مقدم. جاو عندي قال لي غنعطيكم مقدم، قلت له هذاك المقدم اللي عطينو مقدم اش غديروا فيه؟ قالت لي لا راه غادي نديرو جري عليه القيد غادي نديرو غنديروك انت شيخ وغنقسمو لك. قلت لها لا ما يمكنش لي نقسمو الدور وداك الشيء، في الاخر صدقهم بحال مدخلين شي في شي ما بين المقدم وين. مشينا غادي نصورو شي شويه في الصباح بحال هكا، انا كنت لابس واحد الفوقيه بالليل كندور، السيده شافتني سينار قالت لي اه هذا ود انت غادي هذه هي اللبسه ديال حميده. او وليت تنقول ولاد حميده عاوتاني نعس طال الصباح. قلت لها البارح قلت لي حميده كيفاش حميده واش المقدم سميتو حميده؟ قالت لي لا راه حميده اللي مقابل البقره. من الشيخ من المقدم للقيد للبقره. البقره. وقلت لها عرفتي اش غادي ديري؟ وعطيتيني الزماكري حيدتيه بدلته وعطيتوني القايد. القضيه ديال القايد ديال المقدم مقدم بدلت القضيه ديال القايد. سمح لي القضيه ديال القايد يعني قالوا لك غتلعب الدور ديال القايد ومشيو قلبوا لك على كومبليفين شي جوطيه. وتصنت دابا المشكل، دابا المشكل هي ديال دابا المشكل اللي كاين هو انني من زماكري بدلوا لي دور ديال المقدم، شويه دازوا لي الشيخ مطلعين كريد. شويه قال لي انت اللي غادي تقابل البقره. قلت له اختي راه كيف والو غدا تجي عندي تقول لي انت اللي غتمثل البقره. لا عرفتي شنو هو؟ تعطيني واحد 200 درهم نرجع غير لكازا في حالي، نمشي نريح مع صحابي. ما بقيتش باغي انا كاع نمثل في هاد الشيء. شي شويه ديك السيده قالت لي لا وعادي وعادي يعني تحرجات. قلت لي عرفتي غدير؟ كاين واحد الدور راه غادي نحيدوه لمولاه، غنهضر مع المخرج باش ما يعيطش ليا على داك السيد، لان داك السيد ما داير لا مسرح لا والو. ويعطيو الدور ديال البقره. غادي هذاك ما عرفتش عطاوه، انا ما عرفتش اش عطاوه. المهم عطاوني الدور ديال القايد، انا جايب دور ديال المقدم كيفاش هذاك القايد خصو كومبلي مشاو دبروا لي على واحد
الكومبلي وداك الشويه قال لك اللبسه الثانيه شويه بان لهم واحد الكرسون دار واحد القميجه بيضه حيدوا ليه الكرسون ديال القهوه ماشي كرسون سير لقاو لابس هذيك القميجه قالوا لي يعطيه قالوا لي قالوا لي ممكن تعطينا القميجه ديالك شي شويه قال حتى هو هذاك القميجه راه ماشي ديالو ديال مول القهوه شي شويه عطاو شويه قال لي ممكن تسلفنا السروال ديالك سلفوا السروال ديالك حولوا سماو كرسون جي شويه عطا قالوا لي عطينا السلطه قلت لي واش غدير روبا خويا كيف قالوا يقول لك عطينا الكارسون يقول لك الكارسون عطينا الكارسون نهار كبير هذا السي عبد الرحيم الله يحفظك المهم شوف المهم بعد هذا هما لي تورناج انا خدمت مع شركات اللي خدمت يعني شركه ديال الانتاج ما كتلقى حتى شي مشكل لي نورم ديال بصح يعني جميع الشركات اللي خدمت معاهم دابا حاليا مزيانين ولكن كاين بعض الخطر كيجي منتج مسكين باغي يدفع الفلوس وداك الشيء هو ما عارفش وكيتحط مع ناس ما عارفينش اكثر منه دابا المخرج طاف كدا منا باغي يعني ولاو متسلطين على متسلطين على هذا الميدان الانسان اللي بغيت يدخل لواحد الحاجه راه خصك تكون عارفها وداك الشيء وكاع اذا ما كنتيش عارف خصك تمشي عند الناس موالين المهنه مالي المهنه اللي كيعرفوا اش كاين كيعرفوا هذا الممثل والصالح هذا الممثل ماشي صالح كيعرفوا اش كاين اما بنادم اللي تيجي طاف ويتلاقى مع واحد هو جاي مسكين ما عارف مسطح ولا اخر مسطح ويتلاقى مع واحد حتى هو طاف يبيعوا البقره وهذه ايوا صافي مشات الامور بحال هكا الكاميرا قدامك كلمه للمسؤولين على الحق الفني كلمة بالنسبة للمسؤولين الحق الفني أول حاجة البلاد كاينين فيها فنانة كاينين فيها ناس اللي باغين يعطيو شي حاجة فنية اللي مرتبطة بالبلاد مرتبطة بالمشاكل الاجتماعية ديال البلاد اللي مرتبطة بالمغربية لأن كل فنان او كل فن او كل ابداع كيمثل البلاد ديالو لان حنا الفنان هو اللي كيعرف يعني كيعرف بالبلاد ديالو كيعرف التقاليد ديالو كيعرف الثقافه ديالو كيعرف باللغه ديالو حنا كنا ناجحين في الاعمال ديالنا الفنيه يعني حتى الدارجه ديالنا غادي تسوق حتى بالنسبه للدول العربيه حاليا كاين بعض الانتاجات يعني كتلقى كتغلب عليهم اللغه الفرنسيه يعني هذا العمل هذا يقدر ما يتسوقش للدول العربيه لان كتشوف بزاف ديال الدول العربيه يعني كيديروا اعمال ولكن ما كيخليوش شي لغه ديال شي دوله اخرى كتدخل وسطهم الا للضروره الا كان شي واحد جاي من برا ولا شي حاجه يعني حنا عندنا ما نعطي وعندنا موهبة ديالنا وعندنا غير على الفن المغربي الفنان خصو الاهتمام وكنقولها من هذا المنبر ديال الفاس بريس وكنقولها من هذا الحلقة ديال تقرقي بالناب هضر بالأداب ولا ما هضرتيش بالأداب خصك الكلاب تحياتي لكم مشاهدي الفاس بريس كما شفتوا قرقبنا الناب مع الفنان عبد الرحيم الغزواني ومازال غنقرقبوا الناب مع فنان اخرين خارج بلاطو انفاس تسناونا ولكن قبل غيطربنا السي عبد الرحيم الغزواني بالوتار ديالو والوتار ديالو وحدانا ضروري غينغمنا وغيعطي واحد الشكر ورساله للانفاس بريس بكل تواضع بكل تواضع
يسمح قلبي للدنيا، لم يسمح قلبي ولو ثانية، لم يسمح قلبي للدنيا، لم يسمح قلبي ولو ثانية، مهما يدوم لا خلق، مهما يدوم لا خلق، لم يسمح قلبي للدنيا، لم يسمح قلبي ولو ثانية، مهما يدوم لا خلق، حولي عودي ليا. كنقدم الشكر ديالي لجريدة أنفاس بريس على هذه البادرة الطيبة ديال تقرقيب ناب مع أخي فريد مول النكتة، اللي كذلك من الفكاهيين الأعزاز والمرموقين وإنسان طيب، وتحياتي لكم.